السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ثم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم بنشارك معكم واحد الغديوه خفيفه صيفيه، مهم سهله اللي كنحتاجوا فيها هاد الرجلين ديال الدجاج. كيف ما كتشوفوا، بعد ما غسلتهم بالماء والحامض وشويه الملح ومنظفتهم هكا، غنحتاجوا ليهم هاد الطاشيه اللي كتباع في كل المحلات، داكشي اللي بغيتو متوفر. المهم انا اليوم كندير الطاشيه، الا ما كانتش عندي كندير الكيتشوب وكندير المطارد وكندير الصوص ديال الصويا وكندير شويه ديال القزبر حبوب مطحون مع شويه الكمون مع شويه البزار وشويه الملح، كنميلونج داكشي بزويته بالليه وكندهنهم حتى هما كندخلهم الفرن كيجيو رائعين. المهم اليوم غنشارك معكم هاد الطاشيه، غنبداو على بركه الله. دابا غندوزو غنقطعو هاد الساشي كيفما كتشوفو، كتكون مرافقة بواحد بلاستيك اللي هو غذائي تيكون هنا كيفما كتشوفو، هو هدا اللي غادي ندير وسط منو هاد رجلين ديال الدجاج. تقدرو ديرهم غير هكا وتغطيوهم بورق الزبدة صافي، وكديرو لي بابي ألمنيوم كدخلهم الفرن حتى دغيا كيطيبو بواحد السرعة كيفما كتشوفو. انتما كيكون معاهم حتى واحد حاجه باش كتسدو هاد البلاستيك كتشوفو بهاد الطريقه. غندوزو نديرو هاديك لي قلنا كلها هنا، هادي ساهله في اخر لحظه ديروها وكيجيو رائعين. هادي لي قلنا كتكون ريحه ديال الغزاله كيفما كتشوفو، فيها ريحه القزبر ملي تحبوه، فيها ريحه الثومه حتى هي غبره. نحطو هاد الرجيلة بهذا الشكل هكا، و كتديرو من غير هاكا هناك بهذه الطريقة كتشوفو، حتى كتدخل فيهم هداك الخامة كلهم. هانتوما معانا، من بعد غنحزمهم بهادي ديالهم اللي كتشوفو. هانتوما راه كاينة في الطاشية مصورة، كيجيو بحال هكا و كتدخلهم الفران بهذا الشكل صافي. ومن بعد نوريكم الشكل النهائي واش غنرافقهم ان شاء الله باذن الله. البنات بعد ما كشفتوا داك الرجلين ديال الدجاج طابو بهذا الشكل، كيجيو معلكين كيجيو غزالين. دابا غادي نزيد نرافقهم بالخضره بعد ما بخرتها كيف ما كتشوفوا، بخرتها بغيتو تصوطيوها غير هكا بشويه البزار ومليحه والكمون وزويته بلديه ديروها. بغيتو انا شي تغشر مولا درتها من الفوق، درت شويه البزار مع شويه ديال زيت البلديه مع شويه الكمون والربيعه هكا مقطع، ودرتهم شويه الخل ودرتهم كما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديال البلاط ديالنا. كما قلت لكم هذاك الدجاج كيجي هكا معلك زوين، رافقته بهذه الخضره كما قلت لكم اللي متوفره في الدار، خيزو القرعه الخضراء مع بطاطا مع شويه الباربه مع الفقوس ومطيشه وزيتو الكحل الخص مع اللوبيا، هادشي كله بخرته ورافقت به هاد البلا ديالنا. كيف ما قلت لكم هاد الشيء الا ما دخلتوش الفران تقدروا تبخروا حتى في شي كسكاس يكون بداك البلاستيك اللي وريتكم، او تغطيو بورق الزبده وبابي المنيوم وتدخلوا الفران. المهم داك الشيء اللي عندكم، هذه غذاء كما تنقولوا غدا صيفي، كيجي زوين وخفيف. نتمنى ان شاء الله تجربوه، ونتمنى ان شاء الله نكون شاركت معكم ولو فكره من هاد الافكار اللي وريتكم. وما تنساوش درت واحد العصير حتى هو منعش كيجي زوين غير بالخيار والفقوس، او تقدر ديري غير الخيار مع الخل وشويه الماء يكون بارد، او لي غلاصون والسكر او الحامض اللي عندكم. عندك مع الحامض، لما كاش حامض تقدر ديري غير الخل، هو كيجي زوين وكيجي منعش. وهذا هو الغذاء ديالنا، خفيف ظريف كما كنقولوا. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.